أنا اسمي عزيز الفتوح من قرية بليونش. عزيزة، في هذه القرية هذه أنتم كاين بزاف، شنو المعاناة ديالكم؟ حنايا عندنا المعاناة بزاف، يعني ماشي شوية شغل، يعني بزاف، يعني كلشي كيعاني من البطالة، الشباب كتعاني من البطالة، الشابات كيعانيو من البطالة، كاين بزاف ديال البطالة، يعني ما كاينش شي بديل. فين غادي يمشوا؟ فين غادي يخدموا؟ فين غادي يرسموا راسهم؟ فين يعني ما كايناش شي حاجة. عانينا بزاف، يعني بالاخص النساء، يعني النساء كانوا كيخدموا، يعني تقريبا نساء القريه كاملين اللي كانوا كيخدموا في سبته، ونهار اللي شدت الديوانه يعني كل شيء وقف، يعني ما جبروش شي حاجه حيت كانوا كيخدموا في سبته، هما اللي كانوا كيقوموا بالاسره ديالهم، هما اللي ماشي كل شيء، يعني كاين اللي كان كيخدم في ميناج مع النصارى وداك الشيء، وكان اللي كيخدم السلعه، يعني ماشي كلشي، كاين هيدا وهيدا، ولكن الحمد لله القضيه كانت مزيانه، وكل واحد كان خدام على الاسره ديالو والدار ديالو وليداتو. واخا بما ان سته طبقات، هاد الناس اللي مش كيعيشوا في الفتره الحاليه، كاين اللي كيعيش ما كايناش شي حاجه، يعني العيش بحال اللي كتقول كتعلم تخلف، كتعيش واحد النهار وطيح سيمانه، كتعيش ديك سيمانه وطيح شهر، يعني ما كاينش شي عيش اللي غادي تقدر، وبالاخص اللي عنده العيال صغارين كيقراو، والعيال اللي ما كيجبروش شني غادي يسيروا على هاد العيال، ما كيجبروش اللي يوقف معاهم، يعني كيعانيو بواحد، والعيال الصغارين كنشوفوا دابا حنايا العيال كيمشي للبحر مثلا، في الحكم كنشوفوا البحر، الولد عنده 7 سنين كيمشي عند الرايس باتيرا كيقول له تيني نربط لك الصناره، حنا ما عندناش باش غنشريو الخبز، تيني نربط لك الصناره غنجيب 10 دراهم او 5 دراهم من الدار غندي الخبز لخوتي. كاين في الواقع وكنشوفوا ومرارا وتكرارا كنشوفوا كنعيش. بالنسبه للصيد واش كيخدموا فيه الرجال ديالكم؟ واش كيعود بالمنافع حكم انكم جوار البحر؟ بالنسبه للبحر، والنهار كيعطي نهارو، نهار يجيب ونهار ما كيجيبش، نهار يرجع هو وما كيجيبش، نقولوا في المثال اللي كنقولوا حنا الماتريال ديالو، الخيط وداكشي كيديه له البحر، اولا كيبقى له كيتوغل له في القاع كيقطعوا كلشي وكيرجع. اسمح لي، بالنسبه للصيفيه عندنا بليونش بطاقه سياحيه، واش كيكون عندهم نفس المعاناه؟ بالنسبه كاين اللي كيتحرك وكاين اللي ما عندوش باش غادي يتحرك، اللي كيعمل مثلا كنقولوا حنايا داكشي في البحر، واللي عنده باش كيتحرك، واللي ما عندوش الا غالي كيمشي يخدم من عند هذا باش يدبر النهار ديالو. طيب دابا شنو الحلول باش بليونش ان شاء الله يوليو فيها فرص الشغل؟ المهم بالنسبه للمشاريع اللي ماشيين في الطريق ان شاء الله، كاين الوحدات التثمين المنتوج البحري، وكاين قريه الصناع، وكاين الكورنيش بليونش، وكنتمناو زعما من الله يوفقهم في هذا الشيء ويجدوا هذه المشاريع هذوما في اقرب وقت. شكون اللي مسؤول عليها؟ شكون كيمول؟ كاين التمويل من العماله والمجلس الاقليمي. يعني المشاريع ديال الدوله. المشاريع ديال الدوله. شكرا جزيلا. شكرا. ايوب عرفنا براسك. السلام عليكم، معكم ايوب بودراري ولد منطقه بليونش. فين جات بليونش؟ بليونش جات مجاورة لسبتة، يعني في نفس المنطقة ديال الشمال. في نفس المنطقة ديال الشمال. أيوب، شنو المشاكل اللي كتعاني منها في بليونش؟ كنعانيو بزاف ديال المشاكل، هما أول حاجة هو فرص الشغل ما كاينش بزاف، و هذا هو أول مشكل اللي كاين. كتعانيو من البطالة؟ كنعانيو من البطالة. سبتة ما كتنفعكم حتى في حاجة؟ الساعة اللي كانت مفتوحة كنا كنتنفعوا منها، كانوا بزاف ديال الناس بليونش كيخدموا تما، وشحال الشباب كيدخلوا يخرجوا السلعة من تما باش كيبيعوها هنايا في المغرب. يعني كانت الامور شويه محركة. كانت الامور محركه بزاف، تقريبا كانت مساهمه في 70% ديال الاقتصاد بليونش. تبارك الله. بالنسبه للمشاريع المستقبليه هنا في بليونش كاينه شي حاجه ولا؟
كاين هنا دخلوا عدلوا شي مشاريع جدادين ان شاء الله، كنتمنوا باللي يكونوا شي فرص للشباب ويزيدوا يكونوا اكثر من المشاريع، يزيدوا يكثرونا في المشاريع دبليونش. كاين بروجي جديد، كاين قريه الصناع اللي غيستافدوا منها بزاف ديال الشباب، اللي عنده شي هوايه ولا عنده شي مهنه ولا شي حاجه يقدر يستافد، نطلب الله يمارسها فيها ان شاء الله يا ربي. نزيها الشلاف الحماني، عضوة في مجلس عمالة المضيق الفنيدق وعضوة في جماعة بن يونس. عندنا معاناة البطالة، وحكم أن النساء ديالنا ندر قرية بن يونس كان كل شيء كيخدم في مدينة السبتة المحتلة، وما يوقع هذا مشكل دي إغلاق باب سبتة ديك الساعة بقوا نساء تأثرنا مدياً، لان النساء كانوا هما اللي مسؤولين على الاسره بحكم ان كانوا خدامين بواحد المبلغ محترم ومزيان ماديا كانت بخير، ولكن دابا كاين البديل الحمد لله، كاين البديل ماشي في الطريق. دابا حاليا كنخدموا حنا كمجلس عماله المضيق الفنيدق، كنخدموا على واحد المشروع ديال قريه الصانع، هي تبع صناعة تقليدية اللي غتوفر على جميع الأجهزة اللي محتاجين فيها النساء ولا الشاب، بحال آلة الخياطة، آلة الحياكة، وزيادة عن ذلك ماشي يكونوا فيها حوانت، هادوك الحوانت غيتفرقوا على ديك النساء ماشي يبيعوا فيها المنتوج ديالهم. ان شاء الله كاين، ومازال كاين الخير ان شاء الله. كاين وحده تتمين المنتوج البحري عاود اللي غتشد تعاونيه من بما انك هضرتي على البحر، وانتم بحكم القرب ديالكم كنستافدوا كنستافدوا من الخيرات ديال البحر في الشتوه ولا في الصيف، بحكم ان حنايا الرجال في وسط قريه بن يونس كلشي بحر كلشي صياد. الحمد لله كاين شي لا كاين واحد لا كاين هذاك دابا حاليا في بن يونس الشيء اللي كاين دابا، حتى ان شاء الله يتوفر امور اخرى. بالنسبه للمشاريع اللي هضرتي عليها فوقاش طلعت الطلاق، هو باقي له واحد تقريبا نقولوا الاخر ديال السنه هذه ان شاء الله غتكون واجده. العفو، شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.